السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيسبر كو فوز الي بيان. دونك الفيديو اليوم موجه لصحاب البكالوريا، سواء اداب لغات، علوم انسانيه، او التعليم الاصيل، او حتى باك حر. دونك هذا الفيديو هذا هو خاص باللغه العربيه، خاصه التجارب الشعريه اللي كاينين عندكم في المقرر هذا العام. كما كتعرفوا بلي عندكم 4 ديال التجارب الشعريه، اللي هما احياء النموذج، سؤال الذات، تكسير البنيه، وتجديد الرؤيه. بالنسبه لهاد التجارب الشعريه كيلقاو فيهم التلاميذ بزاف مشكل في انهم يميزوا من كل تجربه وتجربه اخرى. دونك اليوم غادي نشوفوا كيفاش ممكن انه نميزوا ما بين كل تجربه، شنو الشكل الطباعي اللي كيميزها، باش انا غادي نعرف بلي راني في احياء النموذج ماشي سؤال الذات، ولا انا في تكسير البنيه ماشي احياء النموذج، باش انه نتفادى هاد الاخطاء هادو اللي كيكونوا في الوطني، وكنصدق داير بحال كنخرج على الموضوع اللي هما طالبين مني. دونك اول حاجه غادي نهضروا عليها هي كيفاش غادي نميز، شنو هما لي كريتير ولا المعايير اللي كناخذ باش انه نميز بين هاد التجارب الشعريه. دونك بدايه اللي خاصنا نعرف هو انه كل تجربه عندها ماشي غير اسم واحد. اول وحده هي تجربه احياء النموذج. بالنسبه لهاد تجربه احياء النموذج فما سميتهاش غير تجربه احياء النموذج، ممكن انني نسميها المدرسه التقليديه، يعني كنلقى المدرسه التقليديه، ولا لقيت المدرسه التقليديه بمعنى راني في احياء النموذج، او لا كنلقى مدرسات البعث والاحياء. دونك كلهم كيهضروا على نفس الحاجه، تجربه احياء النموذج، مدرسه التقليديه، مدرسه البعث والاحياء، كلهم كيحيلوا على تجربه احياء النموذج. دونك اذا لقيت شي سميه بحال من هادو في النص كنعرف بلي راني في احياء النموذج. بالنسبه لتجربه سؤال الذات كنسميها كذلك الرومانسيه، شعر الوجدان، الشعر الذاتي، نفس الشيء. اذا لقيت شي كلمه من هذه الكلمات في هذاك النص ديالي، سواء كان نص شعري او لا كان سواء كان تطبيقي او لا نظري، نص نظري، راه كيعني سؤال الذات. غادي نجاوب هذا النص التطبيقي والنظري مره اخرى. دونك تجربة تكسير البنية كذلك كنسميها الشعر الحر، نظام السطر الشعري، أو الشعر التفعيلة. دونك هادو كاملين كيعنيو لي نفس الحاجة. تجربة تجديد الرؤية تسمى كذلك الشعر الحر، نظام السطر الشعري، شعر التفعيلة. اللي بغيت نقول لكم هو أنه تجربة تكسير البنية وتجربة تجديد الرؤية هما نفس، يعني في الغالب كتحط تجربة تكسير البنية وتجديد الرؤية في نفس النص، يعني راه كيعتبروها بعض المرات بحال، لأنهم بجوج كينتميو للشعر الحر. والحاجة الوحيدة هي أنه تجربة تكسير البنية كنظروا لها من الجانب ديال البنية، يعني كيفاش مكتوبة. أما بخصوص تجديد الرؤية فإننا ننظر إلى الفكر الذي يعبر عنه الشاعر. إذن هادو كانوا الأسماء اللي ممكن أنه نطلقوا على كل تجربة على حدة، دونك باش أنه يكون عندكم واحد الوعي بأنه ماشي كنسميها مثلا غير تجربة إحياء النموذج فقط، بل ممكن أنني نلقى المدرسة التقليدية. مني غنلقى المدرسة التقليدية غنعرف أوتوماتيكمون بلي راني في إحياء النموذج. دونك هادي كفكرة. نرجعو لكيفاش ممكن نميزو بين هاد التجارب الشعرية. أول حاجة نقدر نعتمدها بين هاد التجارب الشعرية هو أش هو الشكل الطباعي الخارجي ديال هاد الشعر، هاد التجربة الشعرية. دونك بالنسبة مثلا إحياء النموذج كنلقى نظام الشطرين، دابا نشوفو كيفاش. بالنسبة لسؤال الذات نقدر نلقى نظام الشطرين، نقدر نلقى نظام المقاطع. أما بالنسبة لتكسير البنية فكنلقى دائما نظام الأسطر المتفاوتة الطول. دونك دابا نشوفو كيفاش، غنوريكم أمثلة لكل وحدة باش تزيدو تفهموها. دونك أول حاجة نقدر نميزها هي الشكل. قبل ما نقرا القصيدة ديالي نقدر نميز غير من حيث الشكل، ثم نقدر نميز كذلك هاد التجارب من حيث الموضوعات والحقول الدلالية الخاصة به. دونك من بعد ما كنشوف الشكل الخارجي نقدر أنني نقرأ هذاك الموضوع اللي كتحدد عليه ديك القصيدة. مني كنحدد الموضوع والحقول الدلالية الطاغية في ديك القصيدة
مثلا القصيدة كتهضر لي على الفخر او على الرداء. هنايا كنقول باللي راه هذا الموضوع هذا موضوع تقليدي، دونك كينتمي لتجربات احياء النموذج. اما فاش كنلقى باللي القصيدة كتحدث على الرومانسية، على الوجدان، على الشعر الذاتي، هنا كنهضر على تجربة سؤال الذات. اما فاش كنلقى الشاعر كيتحدث على المدينة، على الغربة، على الموت، شي حاجة بحال هكا، دونك هنا كنهضر على تكسير البنية. كذلك يمكن ان اميز بين هذه التجارب الشعرية من خلال اسم الشاعر، يعني من خلال هذاك الاسم ديال الشاعر نقدر انني نعرف اين التجربة هذيك. مثلا ملي كنسمع البارودي، شاعر البارودي، يعني راني في احياء النموذج. او ملي نسمع ابو القاسم الشابي فانا بصدد تجربة سؤال الذات. دونك كاينين بعض الاسماء ديال الشعراء اللي معروفين في كل تجربة، اللي خاصني نكون ديجا عارفهم باش ممكن انني نحدد التجربة ديالي. دونك في حالة كاع ما قديش الميزة، لا من حيث الموضوع لا من حيث الشاعر، كاين طريقة أخرى اللي سهلة وغالبا كتكون بزاف عند صحاب علوم إنسانية، اللي هي من خلال الأسئلة المطروحة، خاصة سؤال التركيب. دونك في الأسئلة ديال الوطني كنمشي لتحت آخر سؤال اللي كيكون هو سؤال التركيب. هانتوما غادي تشوفوا معايا مثال. كيبان ليا بعض المرات يقولوا لي يا عطي جمع لي هذه الخلاصة هذه وهذه هذا في نطاق تجربات كذا وكذا. دونك هما أصلا بعض المرات كيحددوا لك تجربة، يعني بدل أنني ما نمشي نتكى على الورقة ونبدأ تنكتب 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 وأنا ما عارفش اسميتو ما ردتش البال لسؤال التركيب، راه نقدر نغلط. دونك كنمشي هو الأول ونشوف سؤال التركيب، في حالات عطاوه ليا راه مزيان كنمشي. يعني مثلا عطاوني في سؤال التركيب بنت لي تجربة إحياء النموذج، يعني غنمشي غنهضر على تجربة إحياء النموذج، يعني ما فيهاش شك باللي راه تجربة إحياء النموذج اللي كاين في هذاك التكست، في هذاك عفوا هذيك القصيدة. دونك ما نتسرعوش، نشوفوا هو الاول سؤال التركيب، ومن بعد الا ما كانش سؤال التركيب كيحيلني على هذه التجربه هذه، نقدر انه نميز من حيث الشكل الطباعي ديال القصيده او من حيث الموضوعات والحقول الدلاليه اللي كاينين فيها. دونك ندوزو الامثله ديال هذه التجارب كاملين باش انه نحطكم في السياق وتشوفوا معايا كل تجربه وكيفاش كتبان. دونك باغ اكزومبل التجربات احياء النموذج كما كتشوفوا هنايا، قال الشاعر محمود سامي البارودي. دونك انا ذكرت محمود سامي البارودي اوتوماتيكمون راه تجربه احياء النموذج. في حاله كاع ما تعطاناش هذا محمود سامي البارودي كنشوفوا الشكل الخارجي ديال القصيده كي دايره. كما كتشوفوا هنايا فهي بنظام الشطرين. كيفاش زعما نظام الشطرين؟ هو انه كيكون هنا واحد الشطر، كيكون واحد الفراغ هنا في الوسط، وكيكون شطر اخر. حاجه اخرى هو انه كتشوفوا هنايا بارقين وامقين العلائق الطوارق. دونك عندي حرف روي موحد هو حرف القاف كما كيبان لكم هنايا. دونك عندي روي موحد، عندي كذلك قافية موحدة. دابا ندير لكم في شي فيديو ان شاء الله يكون قصير كيفاش ممكن انه تجبدوا هذيك القافية. حاجة اخرى هو عندي التصريع في البيت الاول. التصريع يعني كما كتشوفوا هنا بارقي التصريع في البيت الاول، معناته انه عندي هنايا، خليو غير في راسكم هذه، نفس الحرف بارقي ورا كتكون حتى نفس القافية، مفهوم؟ يعني راه عندي تصريع. هادشي كله غادي نشوفه ان شاء الله في فيديو بوحدو، تصريع الروي والقافية. ابار المظهر او لا الشكل الطباعي ديال القصيدة، نقدر نشوف المحتوى. دونك
المعجم، الكلمات اللي كاينه بداخل القصيده. دونك خصني نشوف فحوى القصيده. مثلا عندي هنايا غربه، عندي الخطوب، الطوارئ، طرائقي. دونك هنا فاش كنشوف كنعرف باللي القصيده تنتمي الى تجربه احياء النموذج، في حال كاع هادشي كله ما بانش ليا. يعني ما قدرش انني نحدد المعجم ديال القصيده، ما قدرش انني نحدد محمود سامي البارودي ينتمي الى اي تجربه. نقدر انه نمشي سؤال التركيب كما قلت لكم، هذه راه سهله جدا، كيكون في الاخير في اخر الاسئله. دونك كما كتشوفوا هنايا عندي تركيب وخلاصه تستثمر فيها نتائج تحليل لبيان مدى تمثيل النص لتجربه احياء النموذج. دونك كما كتشوفوا راهم ذاكرينها ديجا. دونك اول حاجه نشوفها فاش الله تحط لي الورقه هي نشوف هاد السؤال ديال التركيب واش ذكرني فيه تجربه او لا. اذا كانت مذكوره تجربه فراه كنقص عليا بزاف ديال الخدمه بلا ما نقلب لا على معجم ولا على شكل خارجي ولا حتى حاجه. ندوزو للقصيده الثانيه اللي كتنتمي سؤال الذات او لا الرومانسيه. دونك بالنسبه لهاد القصيده العنوان ديالها متعه العذاب. دونك الا شفناها هكا غتبان ليا بنظام الشطرين مزيان. غنجي للقافيه غنلقاها موحده، غنلقى الراوي موحد. دونك هنايا كاين مشكل، هو انه غادي تدخل ليا مع احياء النموذج الوغ كو نو. هذه ديال تجربه سؤال الذات، بمعنى راه ما عندها حتى علاقه باحياء النموذج. باش عرفتها اول حاجه هي العنوان متعة العذاب. فاش كنجي كنقرا كنلقى المعجم، هانتوما كما كتشوفوا عندي المباهج في الطبيعه، الحرمان، العذاب، حياه، لهيب الشاعر، العناء، بالوجد الاليم. يعني كلمات معجميه، الموضوع عنده جانب رومانسي، عنده جانب ديال الاحاسيس. وغالبا فاش كيحطوا ليا بحال هكا وكيخافوا انني نغلط ويتغلطوا ليا مع يتخلط ليا مع الاول ديال احياء النموذج، كنمشي للتركيب. يعني دائما هما فاش كيعرفوا باللي راه غادي ممكن ان التلميذ يتلف، كيحطوا لك في التركيب تركيب خلاصه تستثمر فيها نتائج التحليل وتبين مدى تمثيل النص لتجربه سؤال الذات. يعني كيحددوا لك باش انه ما تلفش. يعني اول حاجه كما قلت لكم تمشي للتركيب باش تعرف راسك فين. يعني باش كنتاكد هو انه كنمشي للسؤال ديال التركيب. الوغ كما قلت لكم باللي هذا السؤال الذات هذا نظام القصيده، ممكن انه نلقى نظام شطرين او لا نظام المقاطع عكس احياء النموذج. احياء النموذج كنلقى نظام الشطرين فقط، ما يمكنش نلقى نظام المقاطع. دونك سؤال الذات كنلقى نظام الشطرين او لا نظام المقاطع كما غادي نشوفوا دابا. وحتى القافيه نقدر نلقاها، القافيه والراوي نقدر نلقاها موحده او لا متنوعه. كما كنشوفوا هنايا عندي القصيده لابو القاسم الشابي الجنه الضائعه. دونك كما كنشوفوا هنايا هنا ممكن هنا عندي بحال الشكل ديال تكسير البنيه، غنشوفوا تكسير البنيه حتى هي. دونك هنا ممكن يتغلط ليا مع تكسير البنيه وهذا كفس. يعني راه المشكل ماشي ما بسيط انه يتعالج. علاش هاد القصيده هادي؟ باش غنعرفها باللي راه عندها انتماءات للتجربه الرومانسيه. الوغ باش نتفادى هاد الاخطاء هادو كنشوف باللي راه القافيه الراوي موحد. يعني كما كتشوفوا هنا حرف الراء كيتعاود. تكسير البنية ما عمري ما كنلقى فيها راوي موحد، ديما متنوع. حاجة أخرى هو أنه عندي هنايا نظام الشطرين،
وانا في سؤال الذات باش غنعرف انا نظام شطري. ديما كنمشي لهاد الجنب هذا كيكون نيشان مقادين الجمل في نفس القياس، هاد الجنب مع الجانب الاخر يعني نفس القد ديال الجمل، الجملة الاولى نفس قد الثانية نفس قد الثالثة نفس قد الرابعة وغدا هكاك، مفهوم؟ الوغ في تكسير البنية غادي نشوفو كيفاش دايرة. الوغ هانتوما غتشوفو هاد البلان هذا اللي قلتلكم دابا في تجربة تكسير البنية. دونك إلا دزنا لتجربة تكسير البنية هانتوما كيما كتشوفو هاد الجانب هذا بحال بحال، ولكن يا جيت من الجانب الآخر الجمل ماشي في نفس القد، يعني راه اوتوماتيكمون هادي تكسير البنية. كنتمنى يكون هادشي واضح. يعني كما كتشوفوا جملة طويلة جملة أطول منها جملة أطول جملة أطول ثم أطول، جملة قصيرة جملة أطول وجملة أطول منها، يعني هكا كتكون تجربة تكسير البنية في البنية الخارجية ديالها. تاني حاجة نقدر نلاحظها في تجربة تكسير البنية هي الشاعر. الشاعر من هو الشاعر اللي كاين في أغنية حب للكلمات؟ هي نازك الملائكة. دونك نازك الملائكة معروفة بلي راه كاينة في تجربة تكسير البنية، كذلك هذه إضافة لأنه نعرف راسي في إن التجربة. وكما العادة باش نزيد نتأكد بلي راني في تجربة تكسير البنية كنمشي لتحت ديال الأخر سؤال اللي هو التركيب، كنلقى تركيب نتائج التحليل لبيان أثر تكسير بنية القصيدة العربية في تطور الشعر الحديث. هو في الغالب كما قلت لكم هاد السؤال هذا كيكون بزاف عند أصحاب علوم إنسانية وتا أدب لغات، في الغالب كيكون، وفي حالة ما كانش راه كيكون باين إن التجربة كتنتمي لها القصيدة. ثم أخيرا تجربة تجديد الرؤية. بالنسبة لها التجربة هذه فهي لا تختلف بتاتا عن تجربة تكسير البنية. أول حاجة هي الشاعر، هذا الشاعر هذا صراحة بالصبور نقدر نلقاه في تجربة تجديد الرؤية كما أنني نقدر نلقاه في تجربة تكسير البنية. وإلا حطيت الخصائص ديال تجربة تكسير البنية على تجربة تجديد الرؤية راه نفسهم لا مشكلة. وكما العادة باش أنني ما نتلفش كنمشي لسؤال التركيب إلى توفر ليا وأنهم كتبوا ليا علاش تيهضر. دونك بحال هنايا صياغة خلاصة تركيبية لنتائج التحليل وبيان مدى توفق الشاعر في التعبير عن الرؤية الشعرية الخاصة به. دونك يعني راه كيهضر على تجربة تجديد الرؤية. إذن وباختصار فبالنسبة لهذه التجربات اللي عندي بربعة، بالنسبة لإحياء النموذج فنظام القصيدة فيه هو نظام عبارة عن نظام الشطرين. ديما كنلقى نظام الشطرين وقافية وروي موحد، وبالنسبة للتصريع كنلقاه فيه بكثرة، غالبا كنلقى في إحياء النموذج. بالنسبة لسؤال الذات نقدر نلقى نظام شطرين أو نظام المقاطع كما شفنا، نقدر نلقى قافية وروي موحدة أو متنوعة. ثم بالنسبة لتكسير البنية راه كنلقى دائما نظام الأسطر المتفاوتة الطول حسب الدفقة الشعورية، وبالنسبة للقافية والروي فهي دائما متنوعة. دونك هذا ما كان بالنسبة لهذا الفيديو. كنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله في البكالوريا، على أساس إن شاء الله نديرو فيديوهات أخرين على اللغة العربية وكذلك الفلسفة إن شاء الله. بون كوراج.